لعيبه انا لله وانا اليه راجعون. فقدنا زميل عزيز محترم منضبط عاشق لمهنته، يعني انا مش لاقي كلام اقوله الحقيقه لان الخبر كان مفاجئ وصادم، وانا مشكلتي اني كنت مقابله قبل وقعت الوفاه اليوميه. كنت حاسس ان هو تعبان؟ كان واضح، كان واضح تماما. تقول ايه اسرته؟ اقول ان لله وانا اليه راجعون، وكلنا اخواتكم، كلنا اهلكم، والامر لله، الامر لله من قبل ومن بعد.